خرج البعض مدفوعا بقسوة ظرف عام أو خاص، وخرج بعض آخر راغبا في العلم أو حالما بالرزق أو مسكونا بسحر الرحلة نفسها. بشير حليمي رائد الأعمال ورئيس شركة سبيتش موبيليتي لتكنولوجيا الحاسوب في كندا. أنا جيت من الجزائر إلى مونتريال في كندا عام 1975 في بداية أكتوبر، وجيت باش ندرس الإعلام الآلي في جامعة مونتريال. هو كان ميدان ما كنتش أعرفه، سمعت عليه أنه حاجة تاع مستقبل، يعني تعمل أشياء جديدة، فأنا كنت أهتم بها ما كنتش أعرف عليها أي شيء. وقالوا أنه باش ندخلوا في هذا الميدان لازم نكون قويين في الرياضيات، وأنا في الرياضيات يعني كنت لبس بيها. عام البكالوريا كان امتحان تاع فيزياء، وكان فيه خطأ، يعني مش خطأ حرف أو كذا، خطأ في السؤال. جاوبت في الامتحان قائل أنه اعتبر أن هذا غلط، كان ممكن تقولوا كذا، وجاوبت على السؤال مثل ما عبرت عليه أنا نفسي. فدرسوها وبعدين علموا على الجزائر كلها أنه هذا غلط لازم نصلحوه، وبعد ذلك نجحت يعني في البكالوريا بتفوق، ومشيت والتقيت بالرئيس هواري بومدين، وأصبحت حكاية كبيرة. كي وصلت هنا إلى كندا كانت صعوبات كثيرة ما كنتش أتخيلها. اولا اللغه مش يعني نفس اللغه، ولو كنا ندرس بالفرنسيه في الجزائر اللغه الفرنسيه هنا عندهم لهجه صعبه مش الانسان يفهمها. البرد والطقس، الثلوج، الاندماج كان صعب. ندخلوا الى الجامعه، دروس مختلفه، حريه كبيره. هذا شارع ماريشال وين كنت نسكن كي جيت في 1976. اخترنا المكان هذا باش نبات نسكن فيه لأنه قريب من الجامعة. الجامعة موجودة يعني هنا، ماهيش بعيدة، فكان نقروا نجيو لهنا. السكن هو في 3350 شارع ماريشال، وهذه هي المكان يعني عندي فيها ذكريات كثيرة في السنوات اللي قضيتها في بداية إقامتي هنا في كندا. وطبعاً كي نشوفها هنا نتفكر أشياء عديدة، بالخصوص الامتحانات وتحضير الظروف. كنا نسكنوا بعضنا بعض. أنا كنت في هذه الجهة منا في الطريق لينتن، هو كان يسكن في الطريق الأخرى اللي مرايا. كنا نتشوفوا كل يوم في المقاهي، نتكلموا على الرياضة، نتكلموا على البزنس، نتكلموا على عدة أشياء. من 82 وإحنا هكذا. بشير خدام workaholic، يشتغل. وبشير ذكي، ذكي very smart. بعد سنة كاملة بديت نفهم وش هي الحاسب الآلي وكيفاش يمشي. وفي السنة الثالثة، ثلاث سنوات، بديت ذات الثقة تجيني أنه ممكن أتصرف في هذا الحاسب الآلي وتحكم فيه، يعمل يعني أشياء اللي يبغيها أنا. فمن ذلك بدأت الأفكار والآراء تجي، حتى مكنتنا يعني باش نتحصل على أشياء لاختراعات يعني.
بعد 3 سنوات هنا في جامعة موريال في كلية العلوم والفن تحصلت على البي اس سي باكالوريا اوف ساينس في السوفت وير في السوفت وير انجينيرنج، ومباشرة ابتديت الماسترز. الماسترز فيه بعض الدروس وبعدين لازم يكون مشروع بحث ريسيرش بروجكت. الريسيرش بروجكت اللي اخترته أنا هو كريبتوغرافي أو الشفر، والدكتوراه الموضوع اللي اخترته كذلك كان يعني very ambitious، يتطلب أعمال كبيرة. ولكن لما ابتديت هذا المشروع للدكتوراه، أولا يتطلب وقت كثير للبحث، وثانيا في نفس الوقت كنت نطور في مشروع أجهزة لتعريب الحاسب الآلي، فهذه كانت تطلب وقت كثير، فلم أتمكن أن أكمل هذه الدراسة للدكتوراه، بل تركزت كل مجهوداتي على تعريب الحاسب الآلي اللي بعد تحصلنا على اختراع وبعناه في العالم كله. ليست شركة سبيتش موبيليتي التي يرأسها بشير حليم حالياً هي الأولى في مسيرته كرائد للأعمال، بل سبقتها شركات أخرى قامت على مخترعاته واشترتها في النهاية شركات عملاقة. أنا في حياتي المهنية المحطة الأولى ولا المشروع المهني الأول هو إنجاز شركة أليس اللي هي Arabic Latin Information System، شركة تعريب الحاسب الآلي، لأنه هذا المشروع ابتدى في الجامعة لما كنت أنهي دراساتي للماستر قبل بداية الدكتوراه في 1981. أول شيء الفكرة اللي وراء تكنولوجيا أليس جاءت من مجرد بطاقة تهنئة بمناسبة العيد السعيد، كل سنة أخطط بيدي بطاقة تهنئة وارسلها لوالدي في الجزائر. حان ذاك يعني مش نقوله بلي ما كانتش اللغة العربية موجودة في الحاسب الآلي، لكن العربية اللي كانت مقترحة ومقدمة من طرف شركات مثل IBM بمساعدة بحثاء في المغرب العربي بالخصوص والمغرب الأقصى، هو أنه لازم نغير اللغة العربية والخط العربي باش تندمج في داخل الحاسب الآلي. وأنا تفكيري كان معاكس لهذا، لأنه أنا أقول لازم نخدم التكنولوجيا باش تحترم اللغة العربية بخطها وبتاريخها وب يعني all its richness. يعني عملت فكرة أصبحت تكنولوجيا، اشترتها أكبر الشركات اللوجيسيال في العالم مايكروسوفت، فالآن يجب علي أن أعمل شيء اللي ينجح في أمريكا الشمالية اللي هي منبع التكنولوجيات اللي يشوفها الدنيا كلها، فبديت الشركة الثانية. إنه يتحلى بالعزم، وكان دوما أحد أكثر الأشخاص الذين عرفتهم تركيزا. عندما يضع هدفا نصب عينيه فإنه يحققه، لربما استغرقه ذلك سنوات ولكنه يحققه، يركز اهتمامه عليه بشدة. وكنت دائما ألاحظ أنه باستمرار يعد قوائم بالمهام المطلوبة، دائما ما كان يكتب الأشياء التي تحتاج إلى إنجاز حتى لا ينساها، ثم يبادر إلى معالجتها الواحدة تلو الأخرى إلى أن تتم جميعها. أعتقد أنه إنسان عبقري، لديه القدرة من الناحية التقنية ولديه القدرة على البناء من مكونات متعددة وإيجاد منتجات وخدمات جديدة. دائماً الأجهزة سواء تمشي على مايكروسوفت دوس وإلا على يونكس، يونكس عالم ومايكروسوفت عالم. إذا استعملت مايكروسوفت عندك مشكلة stability، اللي في بعض الأحيان أمس دوس يكون عندك الشاشة الزرقاء يعني انتهى، لازم تعاود يوريستارت الكمبيوتر. في اليونكس حاجة يعني قوية وصاليد، لكن ما عندكش يوزر انترفيس سهلة يعني. فإحنا عملنا ويندوز لتطوير البرامج
ولتسييرها يعني تشوف المكالمات واش صاير في الجهاز تشوف بالويندوز سهل للاستعمال، ونستعمله يونكس لتنفيذ البرامج، هو اللي يجاوب على المكالمات وهو اللي يحول المكالمات وهو اللي يعمل أشياء مثل هذه بالتليفون. ف وخرجت يعني الجرائد تكلموا على the best of both worlds. وهذا تحصلنا على شركات مثل فرانس تيليكوم، اي تي ان تي، بيل كندا، سعودي تيليكوم، سنغافورة تيليكوم، اندونيسيا تيليكوم. اغلب الشركات الهاتفية في العالم كانت تستعمل أجهزتنا. في مصر مثلاً البنك الأهلي كان يستعمل جهازنا، بنوك في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في الأردن، كلها كانت تستعمل. صافي كنا دائماً، أنا كنت دائماً مسافر في الوقت حان ذاك، دائماً مسافر سواء للبلدان العربية في محاضرات ولا نتكلم مع ناس نتعامل معهم هم يمثلونا ويقدموا منتجاتنا إلى السوق، سواء في الغرب فرنسا وألمانيا ولا في أمريكا، لأنه احنا نبيع التكنولوجيا هذيك من خلال through resellers ومانيفاكتورز. مثلا ديجيتال اكويبمنت كانوا يشتغلوا معنا، كومباك، بعدين جت بيل كندا وشركة أخرى تليفون من كندا، اثنين حبوا يشتروا ميديا سوفت، فاخترنا لانه اخترنا بال كندا وبعنا الشركه بال كندا. أعتقد أنه رجل أعمال بالفطرة. بشير من النوع الذي يبحث باستمرار عن أشياء جديدة ومختلفة ليعلمها أو يبنيها. في الواقع هو بان. أعمل أستاذا في مجال البحث والتدريس، وكان ذلك بالنسبة لي نوعا من الاكتشاف، أن أكتشف شخصا هو رجل أعمال بالفطرة. فقررت في ذلك الوقت كتابة دراسة حالة، ودراسة الحالة هذه قصة نكتبها ونستخدمها في الفصل، حيث يناقش الطلاب الحالة ويسعون للتعلم من رجل الأعمال واكتساب الخبرة في كيفية التعامل مع الحالات المشابهة. في الواقع لدينا حالة قمنا بتدوينها، وأنا وزملائي نستخدمها هنا كما تستخدم أيضا في الجامعات الأخرى. المزايا اللي لازم تكون عندنا احنا باش ننجح في ميدان مثل هذا، اولا لازم تكون عندك رؤية. نحن وصلنا الى هذا الحد اليوم، فما هو ممكن في 10 سنوات من هنا وربما في 20 سنة من هنا؟ أولا من ناحية الرؤية، وثانيا ما هي التكنولوجيات المتوفرة حاليا وكيف ستكون في 5 سنوات أو في 10 سنوات؟ وجه لا يقل أهمية من وجوه بشير حليمي هو وجه رجل المجتمع المتعدد المهموم بقضايا الاندماج والتأقلم والعطاء. أنا وصلت هنا إلى كندا في 75، وكان الاندماج في المجتمع الكندي صعب، ولاحظت إذا كان صعب لي أنا إذن صعب على العديد من الجالية. الجالية كانت صغيرة جدا في البداية. أول شيء أسسناه كنت طالب، عملنا جمعية طلبة، عملنا فيها احتفالات وكنا نبين الأشياء الإيجابية اللي تجي من ثقافتنا ومن تاريخنا ومن بلادنا. وفي السنوات الماضية منذ 16 سنة حاليا انشأنا نادي المستقبل اللي هي لا فونداسيون كلوب أفنير، واسمها يقول أنه احنا نريد أن نبني مستقبل الجالية العربية والمغاربية بصفة عامة في كندا. فاحنا نساعد الناس اللي كيف احنا مقيمين هنا باش يعيشوا هنا وباش يتحصلوا على مكانتهم وينجحوا هنا في كندا. ماناش نحاولوا مثلا باش نشجعوهم باش يرجعوا للبلاد، الى قرر يرجع للبلاد الله يعاونه ونتمنوا يعمل اشياء، لكن بما انه هو هنا لازم نسهلوا له كيف ينجح.
وأنا مشارك مع لاكرواروج كنديان اللي هي الصليب الأحمر الكندي منذ سنوات، ساعدهم من ناحية التكنولوجيا، هم يستعملوا التكنولوجيا كثير باش يحسنوا طريقة العمل، والفولنتيرز when they join they need to help، فاحنا نستعمل تكنولوجيات، وأنا هو المستشار لرئيس لاكرواروج دي كندا، صديقي كذلك. قابلت بشير للمرة الأولى في ملعب كرة القدم، كنا مجموعة من الأشخاص نلعب معا في فرق مختلفة، ثم لعبنا في الفريق نفسه، وبطبيعة الحال كنا بعد انتهاء اللعبة نتبادل أطراف الحديث ونتعارف فيما بيننا. أدركت أن لديه خبرة في التكنولوجيا، وقتها كنت أدير جزءا من عملية للصليب الأحمر هناك، وكنا نواجه صعوبة بسبب تعطل إحدى محطات استقبال المكالمات التابعة لنا، فطلبت من بشير أن يهب لنجدتنا ويجد لنا حلاً ويساعدنا في التفاوض على إيجاد دعم أفضل لتلك العمليات. تلك كانت المرة الأولى، تكرم علينا بشير وجاء يعرض مساعدته، كان ذلك قبل 20 عاماً، وما زال منذ ذلك الوقت يساعدنا. بشير صديق، وكل إنسان يعتز بصداقته. نعرف بعضنا منذ 30 عاماً. إنه شخص مخلص، وهو مرح جداً وذكي جداً أيضاً. على المستوى الإنساني أعتبره الصديق المثالي، وهو كذلك جيد جداً كلاعب كرة، بل هو أفضلنا. وبالرغم من أنه بلغ 60، إلا أنه ما زال شاباً، تراه يلحق الكرة وينقلها إلى اللاعبين الآخرين الذين لا يقدرون على الجري. هو مفعم بالحيوية كلاعب كرة، يحب لعب الكرة فهي معشوقته، كما أنه محبوب بين أقرانه. حرص بشير حليمي في حياته الأسرية على أن يربط بين أصوله الجزائرية ومغتربه الكندي، وقد انعكس هذا بنجاح على بناته الأربع بعون من زوجته يثمنه حليمي غالياً. أنا متزوج مع هدى اللي هي شريكتي وتساعدني في أعمالي، بالخصوص في كل النشاطات العائلية، واش تمكنني أن يتوفر لي الوقت باش نحقق مشاريعي وأحلامي. عندي 4 بنات ملأوا حياتي بالسعادة. أولاً ليديا، عمرها 36 سنة من زواج أول، اللي هي مديرة إنتاج في شركة صناعية، وفاطمة اللي أخذت اسم أمي وهي عمرها 25 سنة، متزوجة مسؤولة على التسويق في شركة مهمة هنا في موريال، ومريم عمرها 23 سنة ما زالت تدرس وتشتغل في نفس الوقت، وعندي ليلى عمرها 12 سنة اللي انتهت الابتدائي هذه السنة وتأهل للثانوي في السنة الجاية إن شاء الله، وهدى هي اللي تترأس على هذه العائلة وتتكلف بكل الأمور. بشير يشتغل كثير، ما كانش عنده وقت كثير، فأنا بديت الحمل تربية البنات وقعدت في البيت، ما رحتش نشتغل عشان أتفرغ لتربية البنات، لكن بشير كان كل ما يكون حاجة مهمة في حياة البنات يكون حاضر، عمره ما خلى حاجة في المدرسة أو طبيب أو حاجة، والحاجة وين لازم يكون معنا كان معنا، كان يعمل مجهود كتير باش يحط الجدول البنات في وسط جدول عمله أو الرياضة أو هذه حاجة ما ننكرهاش. بس إحنا الاختيار اللي عملناه هو يشتغل، أنا بتكلف بالبنات
والحمد لله نقدر نقول نجحنا الحمد لله. احنا الاثنين جايين من بلاد واحدة، بلد الجزائر، بلد مسلمة وعربية، وعندنا طبعا تقاليدنا وثقافتنا، لكن الاثنين قررنا باش نقيموا هنا في كندا. انا جيت قبلها، جيت في عام 75، فالعديد من التراث والعادات اللي نسيتها، وهي لحقتني في 92 وجابت يعني حاجة ما زالت يعني التقاليد والثقافة والدين. فدائما نتناقشوا على هذا الموضوع، لأنه نريد أن بناتنا يكونوا كنديات 100%، وكذلك يعني يكونوا يفتخروا بتاريخهم بثقافتهم ويحترموا دينهم، يعني يكونوا جزائريات في نفس الوقت. والدي موجود دائما، إنه أب رائع كما أنه صديق أيضا، وأنا أكبر لم أكن أتردد في الحديث معه عن أي شيء، وحتى يومنا هذا، وبرغم من أنني لم أعد أعيش مع والدي، ربما أتحدث معه مرتين في اليوم عبر الهاتف، وكل صباح يقول لي تذكري أنك الأفضل وأنني فخور بك، ولذلك فهو أفضل صديق لي. ولكل رحلة نجاح على ضفاف بعيدة، تضاريس وأحداث وإحداثيات، أشواك وثمار، أما الحنين فيبقى أبداً لأول منزلي.